السلام عليكم. الحرس الثوري الإيراني يطلق أقوى تهديد عسكري مباشر إلى أمريكا. إن لم تكن مشتركا في القناة فشارك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. أطلق الحرس الثوري الإيراني أقوى تهديد عسكري مباشر إلى أمريكا قائلا: لدينا القدرة على ضرب وتدمير جميع القواعد الأمريكية في المنطقة بلحظة واحدة. وقال قائد القوى الجيوفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده في مقابلة مع التلفزيون الإيراني إنه رغم امتلاك الأمريكيين للقوة إلا أن حرس الثوري تعلمون كيف يحاربون، وبإمكانهم ضربهم وتدمير دفاعاتهم وتوجيه ضربة شديدة لهم عبر إطلاق 500 صاروخ في آن واحد بحيث لا يمكن تعويض خسائرهم. وتناول حاجي زاده مناورات الرسول الأعظم التي انطلقت أمس الجمعة في مرحلتها الأولى، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى للمناورات من نسختها 15 هي بمثابة عملية محاكاة للهجوم على نقاط القوة والتحصينات الدفاعية للعدو. ولفت إلى أن في هذه المرحلة من المناورات التي جرت تم تدمير الدفاع الجوي الفضائي للعدو بواسطة منظومة الطائرات المسيرة، وبعد لحظات من إطلاق الصواريخ لتدمير مواقع العدو الأساسية، موضحا أن الصواريخ التي استخدمت في المرحلة الأولى من المناورات هي طراز جديد من الصواريخ الباليستية المزودة برؤوس حربية منفصلة ورادارية، كما أنها تستغرق وقتا أقل من سابقتها في التحضير والإطلاق. واستطرد قائلا: إن هذه الصواريخ وبعد استقرارها في المكان المطلوب تحتاج لأقل من 5 دقائق للتوجيه والإطلاق، كما أنها تحلق على ارتفاع مختلف نحو الأهداف المحددة، ولها قدرة الاختراق الدروع الصاروخية للعدو. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذا النوع من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتواصلوا بالجديد، وشكرا.